باقي تبلغ كل الافاقي جنتلها يا جنتلها انت صاحب الغالي عند منزلك عالي عيش المر والحالي جنتلها مع جنتل دمتنا وخوتنا فزعتنا وطيحتنا ضحكتنا ودمعتنا جنتلها مع يا هلا والله ويا مرحبا، حياكم الله جميع في فقرتكم المعتادة، فقرة لمتنا اليوم جنتل 36. حياكم الله في هذه الأيام اللي بدأت تتنافس فيها وبدأت شعلة التنافس وبدأ فيها حماس الشباب، مثل ما شفتوا أمس في الرياليتي ما شاء الله تبارك الرحمن أبدعوا للأمانة. أنا من الأشخاص اللي كنت أتابعهم ومتحمس جدا في الرياليتي. حياكم الله وارحب كذلك في ضيوف اليوم، ابو علي اللي نسميه انا اب الواقع، يعني حياك الله يا ابو علي. الله يبقيك، انا جيت على اثر وعد. الله يسعدكم ويسعد جماهيركم ومتابعينا الاعزاء بكل خير، ومساءكم عسل وفل واول نهار ورود. انتم وعدتوني تقولون ندخل مع المسابقين كذا في العرض عشان اخذ الاول، ما ادري انتم عندي وعدكم ولا لا. انت بالاول بس تبي الاول؟ لا الاول نعم انت خلاص نسق الاول خلاص. اول والثاني تالي، لكن ارفع ان شاء الله ابغى انافس مستر بن ارميه. وكذلك يعني انا ارحب في اخوي وزميلي في الحلقه اليوم، يشاركني اخوي الغالي المبدع اللي اينما وضعته تجد منه الابداع بشكل كبير، كذلك مستر بن ارميه. يا مرحبا. يا مرحبا معنا. الله يوفقنا وياك، امسي عليك، امسي على ابو علي، امسي على المشاهدين الكرام، على اخواني واخواتي وشيباني من آباء وأمهات، واللهم لك الحمد والشكر. مسفر لم يختفي أو لم ينقطع عن القناة اللي اعتبرها الأم اللي إعلاميا هي قناة الواقع، وإن شاء الله احنا بارين فيها مثل ما هي بارت فينا، ولكن لظروف خاصة انقطعت من فقرة الآباء وتوجهنا. مسفر 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 خلصت محوري، أنت خلصت محوري الحين. لا لا هذا لا لا محوري كامل عندي. لا هو يعطيك ما شاء الله تبارك، هو يعطيك معلومة. هو فطين ونبيك، خلني أنا خلني أسبق، خلني أسبق له قبل لا يجي. عصب الرأس قبل الفلقة، وأنا الحين عصبت رأسي قبل فلقة أبو عمر. ولكن أنا أقول ابن رماثة إن شاء الله موجود، سواء أنه كان مع الآباء في أي مكان تحطون مستر بن رماثة فيه فعلا جوكر إن شاء الله. فعلا. وانا تحت الامر في مكان ان شاء الله. وانا اقول ما شاء الله تبارك الرحمن مسفر، وين ما حتى انا لما افكر في فقرات البرنامج لو حطينا اتوقع بدل الكوتش بعد بيبدع، يعني ولا كسور بالكوتش طاري ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني حرفيا حطه بس وزهل. قبل يومين قابلته انا في الليل هنا. حلو. ويوم شافني فنعطيه الوضعيه مع الباب. حلو. وانا بقول مشي كذا فهمت، قال ما شاء الله في اي نادي؟ قلت في نادي الفلاني، ما ابغى اقول اسمه الان. ايه تقول له لمن؟ ترى عليك خصم الكوتش. الكوتش لا ممكن الكوتش اللي كان هنا. ايه كوتش طاري الجسم هذا كبره، هذا صغير ذا اللي مسوي، يعني اقدر افلقه في المشعب ذا مرتين واحدتين ما عاد يقول اللي على بال عضلات يسوي لي فيها ويمشي لك اللي بيديه. لا يسوي لي شيء يعني. انا كنت اتمنى كان مطلوب مني اني اقابله. اقول لك شيء ابو طالب، عبد الله بتقابله بعد شوي لان كوتش فقط بعد العصر. انا اقول انه محترم انه يعني ما اخذ دراسه وتدريب فكرته بعد العصر هو موجود في الكنترول يعني. لا اله الا الله. كوتش طارق معانا؟ نخرج؟ الو نخرج؟ كوتش طارق نخرج؟ عمل نفسك ميت، هربنا. عمل نفسك ميت والله. لا يطلعون الحين على الشاشه. لا لا هو يقول تمدحوا عند ما عند ناس ما يعرفوا تعرفونه. لا والله والله كنت شاهد. انا صراحه احترمه وقدره والله صراحه العود. أيه. الحقيقه انا مشي عليه، ومن الناس اللي انا قلت مدح قبل يومين، قلت تمنيت اني كنت متسابق لاجل اكون في فقرتك واتمرن معك، لان انسان رياضي واحب التمارين الرياضيه. والله من كثر الخصميات يا مستر. طيب ولكن الحمد لله من الله ان الله فكه مني فكني منه. والله والله من كثر الخصميات. اذا كان موجود اسمع اسمع، اذا كان موجود فانا ابغى شد بس كذا وجذب الموضوع. ترى ملابس الرياضه هناك، وقلت طلب مني اني اتقابل معاه على اساس اتمرن معاه. باذن الله تقابل معاه ان شاء الله تتمرن معاه، وما ندري احنا ما ودنا نخسرك صراحه، ولا ودنا انك يعني تختفي عن القناه. احنا ممكن ناخر الموضوع هذا الى
يعني اخر الايام عشان لا يجي شيء. لا اخر الايام عشان احنا ما ودنا نفقدك والله يا مالي. لا 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 هو اقل شيء بيستحي مني يعني ما اذا يعني عاد هذا وصلنا لحد هذه. انت لب الروح يا الله يرضى عليك لنا كلنا. تناوش الرجيل ولا تناوشتهم؟ قلت انا لب الروحي ان شاء الله ان شاء الله. لا لا تناوش الرجيل لا ادخل عليكم بعد الباب الحين عجراك والمدي تضيع كل ابوها. الله يكفيني شره. هذا 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 مسفر مسفر حبيب القلب مازن. اول ما جانا اول حلقه في كاريزما الظاهر كاريزما في كاريزما الله وسويت انا وياه شغل عالمي وهو ما بقى يعرف عني شيء ولا شيء. قلت قوم هنا ما يصلح تجلس بالمايك وبس تتكلم. يقول الله وجلسنا اخذنا اطوال وقصار وكذا. ثم جاء مع السابقين الحقيقه والله من الناس اللبيقين اللي يدخل القلوب صراحه. الله يرفع قدرك حقيقه انا اقولها كذا. وكم تمنيت وهو بعسير انه يزورني وقال والله ودي بس اني تاخرت وكذا وكان يبغى الحقيقه. بس اشكر له هذا المبادر لانه كانه جاني والله له معزه. واني كنت يعني اقسم بالله ما من اراد الا عن نفسه فليكذب اني كنت اتمنى انه يجيني لانه كان قريب مني. واعتذر بعذر جميل خارجه يا ابو علي. هلا اقسم بمن احل القسم يا اتصالك انها كرامه وحرصك معاش ابو عمر يا حرصك ذاك اليوم وحرصك اتصالاتك وكلامك لي واللي معك انا موجود معي في الرحله انها على عيني وعلى راسي وانها كرامه لنا. انا اعتبرها تسوى لها قعود عندنا والله قوان صادق ما يحتاج. وديارك ان شاء الله مشرفها باهلها وبنجيها وان شاء الله نجونها وان شاء الله نجونها. بس انا عندي بريه. انا خايف من حاجه واحده اسلم لان احنا الان على بث وشيء مثبت ما تقدر تسوي شيء. لكن في الديره عندك هناك ممكن تسحب ينسحب لا في مايك لا يمكن في شيء مايك ولا المشاب هذا اللي سحبه ايه ما نعرف. لا اني ما اعرف اتعامل انا مع الخصم. ها اذا ما تقواها صافح تقواني هناك عندي القاعده هذه. ايه يد ما تقواها صافح. ما هو عشان انك مثلا منك دجت انت بتطردني من ملكي. لا لا انت لا انت ايه لا انت يعني ثمون يعني اكثر من الميانة يعني قصدك. ها المهم نعم صح انا يعني الحقيقه ما اقول لك الضيف حكم المضيف. لا انا بصير المضيف في حكم الضيف. من طيب راسك يا ابو علي. الله هذا والله من طيبك يا ابو علي. لا وفوق هذا معلش جاء معنا في المجلس هنا قلت هددته وانا واقف في الجنوب قلت انا ماني جاي المجلس ومستر فيه. كان باتصال نعم كان باتصال اول يوم اول يوم مجلس الشباب. اي نعم صح كان اول يوم جاي بيتدخل. انا قلت الا انت مستر ما ابغى اشوفك نهائيا. انا طلبتك تجيني على فجلس معنا كم يوم وكل شيء. قلت يا مستر الحقيقه قد يكون هذا جديد على له. قلت مستر ترى مكانك اعلى من هذا. ما هو قلم في الشيبان لا ما هو قلم في الشيبان ما هو قلم في الشيبان لكن نعطي كل مستوى. مستر عنده عطاء يقدر يعطي. قل له الله يا ابو علي. لا الله انت تكلمت عن حاجه عن نقطه حساسه جدا ومهمه لبرميثا ومهمه للشيبان اللي موجودين معي في الفقره صحيح. اليوم صحيح. أنا انطلاقتي في القنوات الواقعية كانت مع أبائي. يا سلام. كنت معك صادق. يا سلام. يقول قديمك. لقيت بركتها. إيه نعم قديمك قديمك. نعم. لو عودت ورحت وجيت طال عمرك ولو سئلت بعد 20 سنة ولا كم سنة متى انطلاقتك كمسفر الإعلامية أو في القنوات الفضائية أو القنوات الواقعية من مجلس الآباء. أيوه. لأن هذا عمق هو أساس لي هو اللي أنا أعتز فيه. مهما رحت أنا من الفقرة هذه أنا عمق لو رحت ما رحت رغبة مني أو رغبة من الإدارة. لكن ظروف خاصه لي انا تكون في الصباح عندي اللي وقفتني على انا كنت بسالك يعني ليش ما كملت فقط انا داري عشان كذا انا خربت عليك محور حلو. ايوه انا قبل قبل انت قري الاسئله. لا والله ما اعطيك يا حسن والله ما ادري صدق ما اعطيك والله ما اخذت طيب. ولكن اقرا اللي في عينك ابو عمر واقرا اللي في عيون المشاهدين. مسفر ليش اجي تساؤلات على الجوال مسفر ليش تركت الاباء وقابلت لي اباء وامهات المهرجانات ويسالون عني وش فيك يا ولدي انقطعت على الفقره هذه وليش احنا محتاجينك واللي بيشوفك وفرحانين بوجودك مع مع مع, مع, مع يعني تشوف ان الشخص يعني يحتاج مسفر كل فتره انه يتجدد؟ جدا يحتاج انه يتجدد. اي والله ممتاز لازم. كيف؟ التجديد ترى حلو شيء جميل صراحه. انا ما تركتهم والله رغبه مني ولكن اجبارا من اشغالي خاصه. طيب بغض النظر عن هذا كله انا بتكلم عن قرب عن مسفر. اسلم للامان انا بتكلم وتسامحني ابو مانع ابد مسموح يعني ما عليك. انا اعرف مسفر جيدا. مسفر تسامحني على الكلمه ابد خذ راحتك. ما 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 بقول ان مسفر احنا بناخذ راحتنا ملول لا ما راح اقول. لكن مسفر يحب التنويع يحب انه يتجدد كل فتره يحب انه يجرب. جرب مثل الاباء جرب معنا في البزنس كاركتر جرب تقديم فقاعد يجرب كذا شغله
فهمت فكرة شيء؟ إلين يجد نفسه في الشيء اللي هو يحبه ويجد له أثر بشكل كبير فيبدأ يعني يسلك في خط. أعتقد أبو عمر اعتقادك محلة، تدري ليش؟ ليش؟ دائما أنا حتى من جهة الفقرات هذه في البرنامج جنتل، في فقرات موجودة في البرنامج سواء في جنتل أو في البرامج قبلها، الملعب هو ملعبي أنا، أنا ليش أخوض فيه؟ قول مثلا لو خيرت الفترة هذه الحالية، أنا ما أدري الفترة الجاية ما أدري، يمكنني أنا ما قالوا إني أجيد الفقرات الجاية، ولكن أقول مدرك الفترة الحالية الملعب مثلا لو تجي تخيرني في فقرة النقد تقول لي تعال مسفر بنحطك فقرة النقد، أنا كشخصيا أقول لا، ليش؟ مو ملعبي، لا مو ملعبي، ونفسيتك ما تتواطى، نفسيتك ما تتواطى مع الموضوع هذا يعني، مستحيل أو تتوافق مع الموضوع، فهمت؟ عشان كذا أنا أقول أنت شخص عاطفي، كيف تدخل النقد يا أبو؟ أنا عاطفي وجحدري ترى. نعم عاطفي والله نعم عاطفي وجحدري، ولفه ولفه وجحدري. نعم يقول عاطفي إنسان عاطفي، لكن أقول عاطفي وجحدري. الله نعم، ولكن إحنا العاطف عندنا القسوة وعندنا اللين، نبغنا اللين اللين ونبغنا القسوة قسوة. لا 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 فيكم الخير. بقول شيء أبو عمر، سم الفقرات أنت تكلمت عنها الآن، أنا ما أشوف مو كلمة إني أجدد، ولكن انا احب اني اخوض في ملاعب لي، ابدع في ملاعب لي، فهمت؟ اي نعم. انا اذكر اخوي ابراهيم معيدي الله يذكره بالخير، الله يذكره بالخير، مسي عليه من الشاشه، اعتبره استاذ ابراهيم معيدي، وليس وليس مقدم مذيع بس، خلاص يعزره يستاهل. كان في برنامج البزنس في الامارات وتتوقع وقتها، وانها ارتباط من الشهر ارتباط، وجانا جانا المعد قبل فقره الديلما بعشر دقائق، قال مستر محتاجينك تقدم الديلما قبلها بعشر دقائق. بعشر دقائق ترى. يا سلام. كانوا معي معدين والله العظيم ما شاء الله تبارك الله، الله يذكرهم بالخير، أنا مسي عليهم بالخير لأنهم إخواني ومن أبناء القناة هذه، اللي هو أخوي وليد حنفي وعبد الرحمن العامر. تهلو. قالوا مسفر فيه اللوز هذا، نبي نقدم، تبيك تقدم فقرة كلها كاملة ديلمة عن اللوز هذا. عن اللوز. تراها في عشر دقائق. عن اللوز. في عشر دقائق كاملة كلها. يا سلام. أنا في لحظتها يعني منبهر، أنا كيف بأخوض مكان شخص زي إبراهيم معيدي وفي ديلمة، وأنا اللي بأيش، أنا اللي بطلع أخوياي ديلمة، بطلع من إبراهيم بقول لهم يلا تجربة إبراهيم، خلاص بطلع من ديلمة ديلمة. قلت يا جماعة خير خلونا ناخذ شوي بس أرتاح شوي، ياخذ نفس. والله جالس في الإدارة أعطوني مويه طعامك خاطر بس، قلت اتكل على الله توكلنا على الله. ليش؟ لأني أعرف نفسي أنا هذا ملعبي، لازم اني انا اجرب التجربه هذه وتحدي مع نفسي في الفقره هذه. نسيت، شلت من مخي ان ابراهيم المعيدي قد قدم شيء قبل، ايه كان فقرته جديده ومسفر موكل على الفقره هذه نيو، ايه خلاص. لاني لو فكرت في الفقره وانا اقدمها، لو كنت افكر تفكيري كله مع ابراهيم المعيدي وعن الفقرات اللي قدمها لنا، ما بتجي، يمكن اضيع انا وقتها، ما تجي. حطيت نفسي كانهم طالبيني من خارج القناه وقالوا مستر تعال لك الديلمه هذه. الله الله ماك حمد الشكر، جاني الشكر من الإدارة، جاني الشكر من أخوي إبراهيم معيدي في لحظتها، وجات مشاهدات الفقرة هذيك موازية للمشاهدات أخوي إبراهيم معيدي، وصلت الآن 90,000 مشاهد. مصداقاً للكلام مسفر، أنا بقول موقف صار قدامي أنا، أنا شخصياً أذكر ذاك اليوم لما دخلوا علينا قالوا لنا، يعني درينا أن مسفر هو اللي بيقدم الديلمة وأنه لازم نتعاون معه، ولازم أعرف يعني كصناعة حدث، تعاطف بالضبط، لا مش تعاطف، صناعة حدث وتعاون صناعة، أيوة لأنه إيه؟ جديد فعلا، وأخونا وخوينا ومتسابق إيه؟ معنا والتنجيمة ونجاحه هو له، ترى نجاح لنا كلنا. صحيح. أنا أذكر حتى ذاك الوقت عرفت أنا فعلا أن مسفر ترى كان متجرد من موضوع العاطفة وكذا. ليش؟ جينا عند الدوار إيه؟ أو مو الدوار، هذا النافورة، النافورة أنا لقطت الاسم، ترى لقطت اسم وانا اقولها يمكن على الشاشه، الورقه هم طلعت كذا إيه. انا لقيت الاسم قبل لا يلقطه مسفر، عشفته كذا وشفت الاسم مبين يعني بشكل بسيط ومكتوب مسفر، انه مسفر في الديلمة، انه هو ديلمة. فتخيلنا بياخذ الاسم وبينصدم هو انه هو ديلمة وهو مقدم فقره، كيف بينجح فيها؟ فايش اللي صار؟ اخذ الاسم وشفت انا اعطاها، بس اعطاها الدقه دي، بس اللي الدقه دي، ثم بعدها ركض فينا ركضه ما شاء الله تبارك الرحمن، بدع ونجم الله، حتى خروجيته طلعته لو عدلها الله، الله الله يوفقك يا مسفر، وان شاء الله سلسله نجاحات باذن الله. باذن الله تعالى. انا بروح لابو علي. ابو علي انا اسمعك دائما تقول كلمه يعني وترددها دائما، ان بركات قناه الواقع، بركات قناه الواقع، بركات قناه الواقع، بركات
قناة الواقع. أنا إنسان إذا صادقت صادق من قلب، وإذا خاويت خاوي من قلب، لأنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيضا أنا رفضت الإعلام من أكثر من 5 سنوات، وشيوخ قامات وهمات منهم الشيخ عبد الرحمن الحمد العمار غني عن التعريف، القنوات اللي وصفا وصال البرهان سابقا هنا في الواقع، كان جاح في حلقة ومسك المجلس كله، وما شاء الله باقي المقاطع الآن كل يوم تتجدد بالتوزيع بكلمات رنانة جابها. كان يقول لي يا أبو علي خلينا نحط لك برنامج في أحد القنوات، لأن عندي أنا عدة مواهب، ما بس موهبة واحدة وفيها فائدة للمجتمع. قلت خليني أشتغل بالسكاتي كذا مع الله سبحانه وتعالى، لا الله سبحانه وتعالى يوفقني. قال ما تحرم ذلك، جالس يحاولني، قلت إلا الإعلام، راد الله سبحانه وتعالى. إيش السبب إلا الإعلام؟ كنت أحب أني أنا عملت سنين فيما يعلم الله سبحانه وتعالى، فكنت أبغى تنتهي سيرة حياتي بالطريقة هذه، لأني أنا أرى العمل اللي بعيد عن الأنظار فيه بركة وفيه خير وفيه قرب من الله أكثر. ولكن لحين صارت زي ما تقول واجب. ليه؟ لأنك تعتبر كنت أنا من المنظور هذا إنه هذا قال عند الله تبغى تبرز قدام الناس ولا تضيعك الشهرة ولا تضيعك كذا. فقلت جلست مع نفسي وسويت عدة مقاطع، منها عمل قمت بها أنا والشيخ خالد بن شارع اللي هو 2.5 دقيقة حلم رجل، وهذا إعداد الشيخ عبد الرحمن وإنتاج الحرس الوطني ما شاء الله، صامت لكن وصل ضرب الآفاق وأدى الرسالة صح. ومقاطع أخرى مع بوجودي الله يمسيه بالخير، بوجودي هذا إنسان قريب من القلب، إنسان لما ينصح ينصح من قلب، وتعرفون كلكم من بوجودي، تعرفون ولا تعرف أنت برميذة؟ لا، ما يطلع أي شيخ مادة وتسجيلية تلفزيونية أو بعيدة أو إلا عن طريق الله، اللي هي مجرد مبدعون اللي هي في 33 مؤسسة الإعلام، وهو اللي أنتج الفيلم حقنا وطلب مني أنا وياها في أكثر من مقطع سويناه، ومن هو اللي أخرج العقوق المقطع حقنا وأولادي هو اللي أخرجه ما شاء. وكانت الفكرة مشتركة بيني وبينهم من سنة، كل يطلبون منه كيف. فلذلك قبل الفيلم هذا المقطع هذا انتشر هذا، وطلب مني من قناة الواقع إن أجي أنا بوجودي مشارك. فوجدت ضالتي في المجلس العادي اللي بدون تكلف إنك تؤدي رسالة، وبالعكس اعتبر نفسك خطيب على منبر، إنه هذا اليوم اللي كذا، وما دامك خطيب على منبر فلازم إنك تقول شيء خارج من القلب تراعي فيه ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وجدت ضالتي في مجلس الشباب هنا، والله ما هو عن ما هو عن شيء أبو، ولا هو أنا والله اللي يعني بقيمك أبو علي، أنت رجل أكبر مني، لا لا وأنا أعتبرك يعني أب وأخوي الكبير، وأنا شخصيا استفدت منك شغلات كثيرة. لكن أبو علي أنا أحس إن عندك شغلات، يعني مثلا على سبيل المثال يوم دخلت المرة الماضية على متسابقين فقرة النقد كانت جميلة، يعني شكرا للإعداد اللي جهزوها وضبطوا الفكرة ترى فكرتها بسيطة جدا وفكرة بسيطة، وكان لا وترى ما أعطيناهم حتى تنبهر بعض الناس. أنا طالع في واحد من الإعداد والله ما أدري منه، ولكن في الظلام أشوف كل شيء طالع فيه وش اللي بيقدم هذا، قلت أنا الضيف بس هنا من هنا وكذا. اللهم إنه كان فيه بعض اللي هذا أعطيناهم قالوا والمادة زبطتوها، قلنا زبطناها بس ما لكم شغل، بس ترى قولوا لي متى. طيب انا من ضمن الجمهور مصدق، احسب صحيح. لا هو ترى ما يدرون، يعني انت تنسقها قبل منسقين تنسيق بسيط جدا، تنسيق بسيط بس، ولكن يعني ما بين لهم الحقيقه وش اللي بيحصل. لا بدي بس لما تنتهي الفقره قبل تنتهي، اللي يطلب انا من محمد عيسى قلت قبل تنتهي الفقره مع المعدين اللي هو سالم الزوم بن هذال، وهذا قل لي لا تقطع لا تقطع، علمني انه باقي كذا وخلني اروح. قال لي ايش بسوي؟ قلت بس انت تسوي كذا وما لك الا شيء يرضيكم. فانا هو تكلم سالم
بالصدفه ترى اليوم الاول مدري الليله الاولى فتناوش طرف الحديث ابو علي وين حتى ابو علي ما قال العطاء والمرودن ومن كذا كذا قلت حلوه والله لو اني فيك ابو علي إيه؟ شف إيه؟ مع احترامي اسلم وتقديري إيه؟ واعتزازي اسلم للمذيعين فقره النقد سالم حزام عمر هدال وابو هيف يضربوني يعني والله لو اني فيك اني ما رد والله ما رد عليهم يضربون ما قال ما قصرون فيهم ليش قصدك ما رد عليهم إيه؟ انا تدري ايش قالوا ميدي إيه؟ قالوا مسفر ما عاد عرفنا له يقولها واحد منهم بس ما ادري من هو بالضبط لكن قال واحد منهم اتوقع انه سالم او انها ابو هيف يقول مسفر بعدها مره مع الشيبان وجلس في الفقره اللي بعدها يبقى هذا رايهم يا ابو مانع رايهم على عيني فقره نقاد يعني انتقدوك في امر ممكن انهم ينتقدونك في امر فني انا اقول لك زي كذا ترد عليهم ها خل ليش ما ترد ممكن تبين انت وجهه نظرك ممكن تطلع صحيحه اسمع ممكن تطلع صحيحه وجهه نظرك ممكن انت تبين للناقد هذا اللي يعني اراد انه مثلا ينتقدك انتقاد فني ومن حقه يعني هو عنده فقره نقد ويشمل اي شيء يشمل اي شيء بقول لك شيء بقول لك شيء مو مانع يشمل اي شيء يطلع على الشاشه من حقي انا كناقد اني اشوف مثلا اي خطا او اي شيء طلع على الشاشه اني انتقد لا الا من حقي بعلك شوف فيه حقه من حق الناقد ان انت جيت ووضعت في المكان هذا في النقد تنقد مين او تنتقد مين او انك تحلل شخصيات مين انا ناقد انا فقط ليش المقدمين مسؤول عنهم السلطه العليا ترك الدوسري صحيح اي لا جد والله اي ابغى اقول اي حاجه اخطاء على المقدمين والمذيعين اللي احنا عارفينه ان اللي ينتقدهم او انه او ان اللي المحاسبه او تكون بين من كلامك بين المذيع وبين أنا أعتقد أنا وجهة نظري أعتقد وجهة نظري كلنا حتى نقد معنا لا لا أنا وجهة نظري للأمانة وسامحوني أي شيء يظهر على الشاشة سواء كان من مقدم أو كان من متسابق أنا يحق لي أني أنتقده كوني أنا ناقد يحق لي أنتقدك ليش؟ أما سالفة أن لا المقدمين فقط الاختصاص وهو إن كان يعني هو فعلا السلطة العليا ونمشي عليه بالخير لكن أنا كناقد للأمانة راح أنتقد كل ما يظهر على الشاشة إن كان يستحق الانتقاد هو شوف يا ابو اعتقد من حق ابو مانع والله هنا ابو عمر هذه بالعكس يا مستر هذه ظاهرة صحيه بالنسبه لك ولي مثلا كان يبقى يرغب الاعلام انا ما زعل لا يمكن زعل في نفسي بضيقه او احرق دمي واعصابي لا بالعكس فعلا انت هذه اعطاك عنوان تصل له فاستغل العنوان بالضبط هذا فهمت عليه كيف ابو مانع مزبوط انت الحين تبغى تطلع الكلمه اللي تصلح لك خذها قدامك دليل الكلمة اللي ما تصلح لك ارمى وراك وكأنك لم تسمع أما أنك تحمل يعني حقد ولا زعل لا والله لا مني لا 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 ما شاء الله مستر طبعا أكبر من كذا بكثير يشهد الله علي ما بيتكلم عن المواجهة أقول جعلها سمع الكذب لا لا سلام لأنهم يعرفون لأن كل المذيعين أو المقدمين فقط النقد يعرفون غلاهم وتقديرهم وترى تقابل إياهم برا في كافي وسافر أنا وياهم تقوى هادي أشوفكم وبنا معزة ونروح العزايم سوا نجي سوا فهمت إيه؟ انا كلمك في فقرتهم في النقد ما تنتقدني انا كمذيع ليش احنا عارفين نظاما في القناه ان المذيعين المقدمين اي تقصير منهم عند ابو سلطان صح لا ما ادري انا اشوفها من انت مذيع ما تدري انا لا انا اشوفها نرجسيه الان لو ها انا اشوفها نرجسيه انا اعتبرها دافع بقول لك ليه يا ابو مانع انا دافع يا ابو مانع انا هذه لو حصلت اعتبرها دافع لي بقول لك شيء انا الان مقدم أعتبرها اخطات يحق لهم ان ينتقدونك نعم يحق لهم ان ينتقدونك ليه اما اني لا انا ما ابغى احد خلها دافع أما اني ما ابي احد ينتقدني انت كنت تنعس انا مثله اي صحيح اي انا مثله اي صحيح لكن انا مثله ترى هو كمقدم اي انا كمقدم لا هو ناقد لا بأس انا لو كنت متسابق لك الحق انك تنتقدني تنقدني ولك حق عموما شوف احنا امال يا كمذيع احنا انت من انت مقدم ولا مقدم اللهم اللي فرق بيننا فقرتك كذا فقرتك كذا فقرتك كذا اسلم هو الان حق انتقده هي وجهه نظر يعني ها على تقصيره ها لا لا ما هو تقصير انا رد على انتقادهم لنا فقط ترى إيه؟ انا بقول لك شيء ابو مانع بقول لك انا اعطينا رايك هو طبعا هو هذا مش لا بعد بقول شيء مو محورنا ابو مانع مو هذا مو محورنا ابدا تمام ولكن سبحان الله جت عرضا جزاه الله خير لكن انا بقول لك شيء اي لاف يو انا بقول شيء هم كذا يعني فيه المقدم سالم حزام
والباقي مجموعة نقاد يحق له ينتقد كل شيء يظهر على الشاشة، يحق له ينتقده سواء كان من مقدمين سواء كان من متسابقين. هذا وجهة نظري. هذا النقد، هذا النقد الصحي. نعم نقد صحي ترى يا ابو ينقد الكوميديا. اذا اخطيت اخطيت وهو ناقد يحق له ينتقد صحي. هذا يا ابو مهنيا انا اعتبره صحي اي بند مهنيا اي اي نعم ينتقدني مهنيا اذا انا اخطيت مهنيا ينتقدني مهنيا كونه ناقد للقناه وبرامجها وقراتها. لا الاداره الان جابتك صح؟ جابتك بعقد بكل حاجه صح؟ لا قالت يا فلان بفلان تعال ابو علي وتعال يا مشاري عمر فقره النقد عندكم، هذا انتم فقره النقد عندكم انتم حطيتوا في ذا المكان ليش؟ نقدكم على من؟ على متسابقين ولا على مذيعين ولا على برنامج؟ وشلت عليه؟ حتى على متسابقين فقط، حتى على حتى على متسابقين فقط لو ما حصل. وجهه نظري اشتغل المحرك. وجهه نظري انا يزيد والله العظيم لو كان لنا الحقيه احنا ننتقدهم او ننقدهم في فقرتهم لقينا ابواب ومداخل ايش كثر. انا عن نفسي كل من كان في النقد يحق لك تنتقد المتسابقين والمقدمين وكذلك جمادات المنتجع. وينتقد ما عجبك الديكور، ما عجبتك شيء في الاذاعه. طيب اكمل اكمل سؤالك ان كان باقي عندك اسئله. اكمل انا عندك اسئله دريت. انا اتمنى اتمنى مداخله من مين؟ من علي بالرويه. علي استاذ علي بالرويه. نعم الان او مع الاستاذ صالح. ما يقدر يدخل في برنامجنا. انا اقول لك ليش؟ لتوضح النقطه هذه. عشان اذا الشخص هذا مستسلم انا ما استسلم. لا لا انا ما استسلم. انا حبيبي يا انت مستسلم. ابو مانع هو مو موضوع استسلام. استسلام انا اتكلم من ناحيه فنيه. الرايه البيضاء ابدا. والله ابدا. انا وانا قلت لك اياها في البدايه قلت لي ابو علي على راسي واداري كل شيء لكن لا يدخل في شؤون ابو علي بقول لك ما ادري. لا بقول لك احنا النقطه هذه هل لهم الحق يتقدون مسفر ابو علي لو تسمحوا لي ابو علي يلا. انا مو بسالفه اني رفعت الرايه، انا اتكلم على مهنيا واعلاميا وهذا حق من حق اي ناقد في القناه. ما اتكلم لا رفع رايه، ولذلك انا في البدايه قلت لك انا كون يجيني انتقاد من فقره النقد وانا من حقي حق اني ابرر في فقرتي، ابرر في حساباتي، ايا كان معي تبرير. هذا واحد. اثنين الناقد يحق له وانا اقولها، يحق له ينتقد متسابقين ومقدمين وكذلك جمادات البرنامج. اذا كان ما عجبه ديكور ما عجبه شيء ينتقده عادي، لوكيشن ما عجبه ينتقده، حق ناقد. هذه وجهه نظري وماني بنطول بالموضوع. اما قضيه انا الان فقره، انا الان مقدم فقره ان بنطلب والله مداخله، انا ما جاني في هذا بدري يعني. لا لا ابو حساب انا واضح اللي واضح اللي تعصب. ابو عمر جالس يبرح وزين مهد ايوه لمقدمين فقره النقد والله علشان وشو؟ على طبق من علشان ما يقولون مشان عمر في كذا وحصل لك. ابو علي بقول كلمه والله اني اقولها وانا قدها واتحملها وانا ثقه فيها. كفو. اوكي انا ممكن عمري في الاعلام قصير توني، ولكنني مهنيا اعرف نفسي مهنيا اني جيد للامانه واحمد ربي. أحترم. فلذلك ما عندي اشكال ولا اني اقول الكلام هذا والله تقربا ولا تزلفا انه لا يعني ابتعد. لا والله لقى علي نقد ينتقدني منا الى بكره ما عندي مشكله، لان انا اتحمل كون هذا التقصير مني انا. تمام ان كان وجه هو اللي يحاسبونك. كيف ما يحاسبني ينتقدني؟ انا اشوفهم يحاسبون. احنا ما نتكلم ما نتكلم عن موضوع محاسبه. هو ما يحاسب، هو ينتقد. ابو عمر انا اسمح انا بالكلام هذا، واذا كان عنده مداخله ابو الاستاذ علي يتفضل، بس انا افكر انه ما يسمعنا. انا ارفض اي فكرت ما يسمعنا. ترفض علي بالرويه؟ لا ما دام انه يسمعنا وصلت الدرجه مشان يرفض علي بالرويه. شفت التغيير انا والله خفت اول. لا مشان عمر تفضل احنا ما قلنا شيء. انت متسلط اليوم. صلوا على ما قلنا شيء. صلوا على النبي. اللهم صل على النبي. وصلت الدرجه انك ترفض علي بالرويه في مداخله؟ انت شوف شوف كيف صلوا على النبي. قولوا يلا اللهم صل وسلم. انا علي بالرويه توني مكلمه الرجال مقيل، فهمت شلون؟ تكون كلمه مقيل؟ كيف يكلمك مقيل؟ مقيل ما هو بيقيل الرجال مقيل وكذا ومسفر يبي يقطع رزقنا. لا فعلا في شيء كلمه هو يتحلم وقتها كان راقد يكلمه هو مقيل. اها علشان كذا انا اسمت كذا. طيب اكمل يا ابو الأمانة. أنا أعرف أنكم تبغون توصلون شيء، لكن إن شاء الله أنكم متواصلين. إلى شارع عمر سم. نحن لسنا بأغصان الشجر. أيوة حنا جبال الراسية. يعني من نطحنا تعب في نطحنا يعني. الله أكبر. سوينا ها ولا ها. أها نعم أمبغيتوها. إن كان خايف من حاجة قول أنا مشاري عمر أنا خايف من كذا وكذا.
احنا ما نخاف الا من الله سبحانه وتعالى، فهمت؟ اقول لك شيء والله العظيم، يمكن نرجع للذاكره ورا شوي ايام البزنس، يمكن انا اكثر واحد انجد على عينه من النقد، وكنت والله العظيم ما دريت. لا صح، ذكرتها انا ليش؟ لانه كان يعرج وقتها ومصاب، ولكن الساعه صاح وقتها ما لها اي دخل، ما لها اي دخل للامانه، والله ما لها دخل. ولكني والله اني مسؤول عن كلامي هذا امام الله وامام الكل، والكل يعرف ان المهنيه، ان والله العظيم لا اقولها تزلفا ولا خوفا ولا بالعكس، انا اتكلم مهنيا. ما عندك تقصير في موضوع المهنيه، هذا امر راجع لك، لكن انا اتكلم مهنيا. كونه ناقد ابو عمر انا وافقك، مع احترامي لبومة ابو عمر، انا ابغى دام اني اطلع على الاعلام تحمل، اتحمل والله، تتحمل والله اتحمل، لاني ممكن اخذ هذه الكلمه واكسب منها. ما في حاجه تجيك كلمه وتخرب عليك شيء، بالعكس والله تمر طرق كثيره. يا اخي سالم حزام الحين انا كنت انا اصدق هذا الحين قد يكون صار في خاطري، لو كان فتحنا الباب ذاك الليل ما ادري شنو يصير، لكن انا بعدين رجعت نفسي قلت لا والله كان نقدي غلط. اقول لك شيء، واقول لك شيء، تراجعت انت صح؟ اي تراجعت. واقول لك شيء، اقول لك شيء، واقول لكم شيء. انا كون مثلا على سبيل المثال الان عندي ناقد، تمام؟ كون ان انتقدني هنا في مجال اعلامي، هذا ما له علاقه انه يطلع معي الى برا هذا المنتجع. صحيح. صحيح. ما له اي علاقه. صحيح. انا الان انا وانت مهنيين وقاعدين نشتغل في مكان ونشتغل في عمل واحد، انتقدتني في هذه الساحه وانتقدتني في هذه الدائره وجلسنا انا وانت في هذا الموضوع، هذا ما يحق لي ولا 1% اني اشيله في صدري برا. انا لابد اني لابد اني افرق بين موضوع اعلاميا ومهنيا وبين والله حياتيا برا. انا وانت برا شيء ثاني، في الاعلام خلنا نتجالد، ما عندي ادنى مشكله نتجالد في الاعلام، لكن اذا طلعنا برا لا، ما في صدري عليك ولا 1%. ليه؟ هذا مسفر ينسى حاجه، شعار المحاوره الكفو وش يسوي؟ هذا شعار المحاوره عندهم موضوع يمشون فيه. انا اقول هو اعلاميه، لا هو اعلاميه، لا بالعكس فن شعبي، اعلامه اكثر، لا فن شعبي ذا. اي بس اذا لم يمشون على موضوع يتحاورون فيه ويصير الشد والمد والجذب، هذا فن، هذا فن شعبي. وبعدين سيارته واحده هنا، هذا فن شعبي وسكنهم واحد. لا لا هذا ما، هذا انتهينا من هنا خلاص، انت حبيبي صح، هذا هو صح. ولاعب الكوره كذلك اللي احنا ضد العنصريات هذه تكلمنا عنها، ولكن الشعراء خلفهم كاميرا تصور، وخلف الكاميرا اعلاميين، جمهور من كل على ما قالوا الجهات الاعلاميه والوسائل الاعلاميه تنتقد ادائهم في الملعب، فهمت؟ لكن لا هم بين هم بعضهم ينتقد بعض، شيء طبيعي. ايوه وتصل الى حد كانها بتحصل كذا، لكن انتهت المباراه احباب صح عليك، لك جمهورك، لجمهوري، لميزانيتي اللي صرفت علي، لك ميزانيتك، سواء نادي سواء شاعر سواء ناقد، كلها بالهوى سواء. اللهم انك ما تخرج قلبك فيه حاجه كذا على اخاك المسلم. بالعكس انا انسان شفني، يعني ما تبغى، يعني ما اتامل في الاعلام اكثر من كذا. انا صراحه، لكن انا ارحب بكل ريحيه ابو علي، بكل من ينتقد. انا الحين مسكت بشاري عمر، قلت بشاري عمر عندك الاسماء الثلاثه ذولا او اربعه الناقدين ذولا كلهم، ايه قيمهم. من انا اقيمهم؟ ايوه انا اقيمهم، ما انا ما اقيم احد، انا اعلاميا ما اقيم احد. كيف تقول انا اعلامي؟ والمهنيه طيب؟ لا هو ما بعد راسي، انا بقيم اداءهم. يا ابو مان، ابو مان صل على النبي، صل على النبي، لازم نفرق بين موضوع تقييم وبين موضوع المهنيه. تقييم اداءهم في الفقره ما انا ما اقيمهم. اولا هم قيموك، اولا يجون يقيمونكم. هو ناقد، هو لا مش ما يقيم، هو ناقد ينتقدني مثلا على الامر انا اخطيت فيه، ناقد. لكن انا اتكلم، انا ما اقيمهم. اولا ناس سبقوني في الإعلام، ثانيا ما شاء الله نقاد، ثالثا ما أخثرتهم الإدارة ولا وضعتهم في هذا المكان إلا لأنهم شف، لأنهم أنا أذكر أبو سلطان قالوا أن المذيعين كافة محاسبتهم يعني نقدهم أو الأخطاء اللي تصير منهم تكون عند من؟ عند أبو سلطان فقط. هذا في قراءة، هذا في المحاسبة، ما أتكلم في النقد، اتكلم في المحاسبه السلطه العليا. ما لهم حق ينقدون السلطه العليا، ما لهم حق ينقدون. كيف ما لهم حق؟ كيف ما لهم حق؟ والله العظيم انا اشوف، انا احبك ونروح سوا ونسكن سوا دائما انا وانت يا ابو مانع، صح ولا لا؟ لكن والله الذي لا اله الا هو، لو القى عليك خطا مهني واعلامي اني لا انتقدك فيه. اتحداك لو كنت ناقد، والله لا انتقدك. أتحدك. وانا وانت نطلع نتغدى سوا. تعرف يا ابو مانع عليهم ابو عمر، اللي سوينا مع الشباب، وش اعطى الشباب؟ اعطاهم دافع، رجع لهم روح شوي، اعطاهم دافع وريح انفسهم شوي. كانوا ماخذين على بعض النقاد اللي انتقدوا عليهم، كانوا شادين حيلهم زي مستر الحين
ينتقد وزعلان وما يبي احد ينتقده. والله العظيم شف غير قصور فيهم إيه؟ كناقدين زين إيه؟ لو كانوا ناقدين صح إيه؟ زين إيه؟ ونحسبهم كذلك ونحسبهم كذلك عليكم مذيعين اي ما عليه لو نقدهم إيه؟ نقد ما قالوا طق ما قالوا الحديده بالحديده إيه؟ كان شفتهم متسابقين كل ابوهم عندك صلاه الظهر صلاه الظهر ما له علاقه ما قال لقيتهم هنا البارح بعد مكيش بعد مكيش لا الان إيه؟ اغلب المتسابقين من اللي جاء ما جاء ثلاثة صلاة الظهر صح؟ ما لها لا 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 شهر العمر احنا بقول لك شيء بقول لك اول شيء خوف من الله سبحانه وتعالى كصلاة العبادة لله سبحانه وتعالى فهمت؟ اي نعم ولكن انا جاي في مكان وقيم فيه في كل حركة اسويها لا بس ابو عمر هذا اتوقع انه حوار عندك لكن انا القليل اللي عندي قال اسبق ابو عمر صح؟ اي بقول لك شيء بقول لا لا مو لا لا بس وصلنا احنا لان لمست منك تناقض الان بقول لك ايش تلمس تسمح لي اتكلم يتفضل قبل ايش قال مسر قال انا ما اعتقدهم نقاد اعتقد انهم يحاسبون صح لو كانوا يحاسبون كان حاسبوا الشباب والشباب شفتهم كلهم يصلون لكنهم هو ناقد لا يعطي لا رأيه. لا وبعدين اليوم ما له علاقه في قضيه انه متسابق يجي يحضر ولا هو يعطي رايه وينتقد ويوجه مثلا الاداره وبس اليوم ابو عمر ترى يحق لهم يعني انهم يخفضون عنهم النظر شوي ليه لان معانوا امس نفسيا وجسديا وسهر أمس السبت ولا لا ايضا فقدوا واحد عنصر اساسي من اخوياهم فاليوم ما نحق الصلاه ما حد يسمح لهم في الصلاه الصلاه بيصلونها بكيفهم ما تقدر تقول له صلى ما صلى لكن اليوم هذا معذورين لكن غير اليوم لا انا اقول لك ما معذور وقال وهي استطراد يعني قبل كم يوم انا كنت اتابع فقره النقد انا كنت اتابعها والله العظيم وأكن له المحبة الكاملة وقال الكلمة يعني للأمانة كانت حقيقية لأن أنا قبلها كنت متسابق أنا قبلها كنت متسابق وعرفت معنى كلمة اللي قالها عادل بن هيفي كان يقول أن النقد اللي جينا حنا النقد اللي حنا نصدره يا النقاد على المتسابق حنا ترى قاعدين بالعربي نمهدكم البكرة بتطلع على الساحة بيجيك نقد دبل الدبل 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 ممتاز ممتاز هذا هو اللي أنا بقوله والله كلامه وأشكره و يعني هذا تطعيم انت ايه انت بيجيك بكره تطلع انت متسابق الان بتطلع بكره على الشارع بيجيك نقد من شخص جاهل فما بالك انه بيجيك شخص من ناقد شخص مهني فاهم فما بالك تعتبر في طولنا احنا في محور كل نقدهم كله لا 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 ما تكلمت أنا, أنا ما تكلمت لا قلت أنا نخفق يا أبو مانع أنا أتفق معك أحيانا لا قلت بناء لا يحسبون لا قلت بناء لا قلت بناء لا قلت لا قلت بناء ولا قيمتهم ولا شيء أنا أعطيت وجهة نظري مهنياً هو يحق له كناقد ينتقد كل شيء إحنا طولنا في المحور هذا مرة نعم تمام ولكن بعمر أنا أقول I love you أحبكم جيداً لازم كذا أحبكم جيداً يعني هذا النهاية نعم. حياك الله احنا في شغله أسلم. وبسال فيها ابو علي ولا قصور في ابو ذا كونك ما شاء الله تبارك الرحمن يعني تجلس مع متسابقين بشكل جميل وودي ويفضفضوا لك أيه. هل تشوف ان شعله التنافس احنا نعرف ان برامج الواقع ترى متى يبدا فيها التنافس بشكل كبير ترى في اواسطه ثم تبدا شعله التنافس بين المتسابقين الان في جنتل هل تشوف أن فعلاً بدت شعلة التنافس بدت تطلع أسماء بدت تخفت أسماء بدت تبرز هم يعانون من حاجتين لا البقاء يعني فيه نوع من الإحباط النفسي مثل يعني جلوسهم كذا لكن الظاهرة هذه اللي تحصل كل أسبوع هذه تعطي دافع أقوى وتنافس شريف واحنا قلنا لهم انا ترى والله الحقيقه انا اعمل بما يرضي الله يعني يرضيني عند الله سبحانه وتعالى يرضي الله عني سبحانه وتعالى دائما اقول لهم يا شباب حافظوا على الصلاه انا اقول لك البزنس مثلا خلينا نرجع لك شوي كنت اجد اعداد معروفه كنت اجدهم من المسجد كنت اجدهم كذا وكانوا يحافظون على كل هذا وما عندهم كثر عطاء ولكنهم منضبطين كان عطاءهم لا 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 كان عطاهم جدا ممتاز وكنت وقد اعطيت انا المراكز قدام ادري والله لا يدخل في الاداره ولا شيء اعطيت مركز او مركزين قبل تطلع النتيجه للجمهور اللي معي فلذلك الان الشباب ايش اللي وجدهم هنا التنافس الشريف صح اذا انت تمثل من تمثل اهلك تمثل نفسك ثم اهلك ثم قبيلتك ثم جمهورك اللي خسرانين عليك لحظة
لا ما بقول سنانه ترى ما نمدح الواحد بوجهه خضراتك اي نعم لكن جلوسك هنا خذ ال الوردة علقها فوق راسك وخذ لك الطوبة حطها تحت رجلك وارطلع وارقى انت تراك بتلقى مصادمة الكلام والانتقاد والنقد و و و وكل شيء لكن اول شيء انا قلت لهم حافظوا على الصلوات في وقتها اذا حافظتوا على الصلوات في وقتها ثم حب الحب فيما بينكم حب الخير للغير وهذا كنت احدثكم فيه فعلا بزنس. فعلا هذا ابدا ثم الباقي اذا اجتهدت في كل الامور هذه كلها هانت هانت كل شيء ان طلعت فعلا من الله اختار لك هذا المكان بالضبط مثل ابراهيم المعيدي الله يمسيه بالخير الله يمسيه كان اول واحد يخرج كلنا بكينا حتى اللي بعيدين نعم لا يعرفنا ولا شيء ومع ذلك ومع ذلك تفوق وأدى من اوائل يعطي وما شاء الله تبارك الله ابو علي كلامك متم ترى من اوائل الاعلاميين او نجوم القنوات الواقعيه اللي برز ترى وكم اخرج بعده طلع بعد النجوم بل النجوم اللي بزنس خمسة واللي بعده واللي كذا بزنس خمسة بزنس خمسة اظن لا ستة هو الظاهر لا خل لا هو عفوا بزنس مين بزنس مين لا عفوا ما بزنس قصدي علي يقول لي لا 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 بس انا ابو علي يقول انا رحت على البزنس انا بقول لك شغله ابو علي انا بقول لك شغله هو فعلا ما شاء الله تبارك الرحمن يعني استاذ ابراهيم المعيدي نجم رصيدك زد رصيدك خمسة فانا بقول لك شغله ابو علي اللي هو محور جاني تمام وانا احتاجه للامانه احتاجه من كنت اسلم المستر انا مجهز له سؤال احتاجه فيه كثير طيب بخصوص فقره المنيو فقره ايش فقره المنيو النجم فقره المنيو ايوه ايه رايك الوضع اللي صاير فيها متسابقين ما الى غيره ترى هل تشوف اليتها ترى ما تابعت والله ما تابعت العدم فرصه تراني مشغول الى قبل والله اكثر الاحيان اني والله ما تابعت الا بالصدفه يعني ولا شفتها ولا اقدر اقول عن الحين جاهزين لك ان فقره فيها تصير شيف ما في مشكله انا ابغى لي خمس دقائق قبل الفقره ليه بس توضح لي البر وهذا وابشر بسعدك انا ابغاك شيف فيها بعد ما في مشكله انا ابدع فيها ان شاء الله لكن نقصد انا وانا ذاك اليوم طبخت انا كان شيف انا اللي نعرف طبخك يا ابو علي شفت اول تمس نعرف طبخك والله ما ادري الا قدامه خمس دقائق قالوا تكفى صالح لنا الفطور كيف في كبده وفي كل شيء والله قمت وسويت لا انا اعجبك بس سأل الموضوع لا المفروض اني ما انتقد شيء الا اكون عندي المنبس انت فلا اقدر اتكلم عن الموضوع انت يا ابو علي انت كالغيث اينما وقعنا فعلا الله يرضى عليك فعلا. اما بالنسبه للمواهب والخبرات فلا والله الحياه علمتني الحياه عز الله احنا نتعلم مما علمك علمتني الحياه الله وانا بغيتني شبابي لكن انا ترى على فكره ترى اني اسمي في داخلي مسفر بالرميث الشايب حقك انا عرفت ايش اللي في قلبه ايش اللي الكلمه هذه ككبر قدر وكبر محبه قال الشايب كمحبه ترى لان دائما اذا شفتك واحد وقدرته لما مثلا في مثلا لا وفي معقوليه احد يعزمك ولا شيء ومن كبر قدر خويك عندك تقول العلم عند الشايب ايوه كقدر ومحبه بالضبط ترى. بالضبط إيه؟ وانت يعني حطك يعني بصراحه والله انا اقولها تقديرك تقدير شايب لاني اشوفك للمهمه هذه تمام انا بس امزح معك حقيقه يعني ما خربك ما انا بقولها وحاسب عليها لكن والله هيبتك عندي في داخلي الله يرفع قدرك منزله الشباب ما خربك ولا والناضجين لذلك انا برجع المستر في نفس ان شاء الله فقره المنيو ساير والشباب ممكن انه بتابع ايه ايش فيهم فقره المنيو وش فيهم ادري فقط من يوم انا عطنا يعني اسف في الحديث يعني انت طيب. اسف في حديث عن فقره من يوم انا اشوفها اللي شفتها تابعتها الفقرات اكثر شيء تابعتها انا يمكن كانت مع زايد بن سابر واحمد العوض والله اغلب الشباب تابعتهم ترى ممتاز الجعيدي واسمه كحلان ومع زايد بن سائر مع ساير النهار كلهم مبدعين ما شاء الله تبارك الله يعني كل ساير كشيف يعني اشوف يعني تقييمه شيء جميل وترى ساير ترى ساير طباخ ساير وقد قدم في كاريزما قدم اي قدم في فقره زي كذا ولا خبره يعني قبل فعلا والشباب ابدعوا الجعيدي زايد بن سابر احمد العوض احمد العوض تكلمنا في اليه الفقره نفسها اليه الفقره ايه
آلية الفقرة أو في أنت شغلة في خاطرك أو شايف إن فيها ملاحظة؟ ما هي ملاحظة. شوف، لأن ما تشوف إن أحيانا ممكن تكون فيها التخبطات؟ التخبطات بعدك شوفيها، إذا تداخل المذيع والشيف زين في تقاطعات وفي أصوات وفي خبصة، وذراك هناك يركضون في جهة، والمذيع طال عمرك وذراك يركضون في جهة، أنت تشوف إن الدنيا كلها مكتب صعب فيها نوع من اللخبطة. إيه لا يعني تشوف بأحيان أنا شفته، يعني ركزت عليهم شيء بسيط، متسابقين اثنين هنا اثنين وهنا اثنين، صح ولا؟ ممتاز. الآن أنا حاط وقت مثلا 40 دقيقة أو نص ساعة يبدأ في الطبخة، بعد ما خلص طبخهم هذا أبقي بيقيمهم الشيف على الشيء هذا. أنا كمذيع ما رح طعمك أشغل شخصين أو أشغل شخص من فريق وأخلي فريق الثاني شغال بكيفه، يما أني أخذ من هنا شخص ومن هنا شخص وأتحاور معهم وأخلي اثنين كل أبوهم موجودين علش على الطبخ حقهم عشان أنصفهم تشغلهم. لا أنصف اثنين. إيه مثلا هنا اثنين وهنا اثنين، صح؟ إلا أبجي أسوي حوار مع واحد هنا أخلي ده يعمل حالة ضد اثنين يعملون سوا، فهمت؟ إيه؟ أنا ما نظمت من الحين، ضمت له الحالة. إيه؟ لأن أخذت خوية على جنب وسويت مع حوار وكل شيء. طيب ده إيش يسوي الحالة؟ طيب مش طريقة. إيه؟ يما إني أخذ شخص من هنا وشخص من هنا وأتفرد بهم وأخذ معهم حوارات. هذا أنت بقى من عمر. أنا عندي أنت بقى من عمر. إيه أنا بقولك شيء، تسامحني أبو مانع مسموح، قولي والله ما أطلع معك مع إن هالباب في خاطر عليك شيء. لا والله ما في خاطر. أنا دخلت في جدار، تدري ليش؟ إيه؟ احنا قبل شوي نتكلم عن المهنيه. ايه وتكلمت انت عن فقره النقد ما النقد. إيه؟ ابو مانع المهنيه اني انا اعرف نفسي الان انا مقدم. إيه؟ انا مش ناقد عشان اجي انتقد فقره النقد او. إيه؟ فقره المنيو. إيه طيب. فانا سالتك عشان تنتقد فقره المنيو عشان اقول لك ابو مانع معليش. إيه. انت الان أنا ما انت الان أنا. انت الان مقدم فقره لمتنا. لا هو يقول انا لو كان بيدي، هو قصده دقيقه لو كان بيدي انا اتحدى. إيه؟ اذا اني قلت شخصا بعينه صح، قلت فلان بفلان وقلت فلان بفلان، فهمت؟ محفوظة أنا قلت ترى محفوظة. أنا قلت اسمع لحظة، أنا كل شيء محفوظ ترى يا مشاري. أنا فاهمك وعارفك والله ما تمسكني. شف أنا قلت عليك من الأشياء المهنية. أيه؟ الفقرة هذه. أيه؟ مش المهنية فقرة هذه حتى موجودة معنا في البزنس، ترى موجودة مع البزنس، كان موجود معنا الجميري كخبرة، كان الجميري وقتها الله يذكره بالخير والربع، الله يمسي بالخير. كانوا مثلا أنا أتكلم، أنا ترى ما حددت أشخاص، انا عارف هو بيصطمني في جدار لكن والله يبطي يصطمني في جدار، فهمت؟ انا ما تكلمت والله لقد خايفه اتحداك اني قلت فلان بفلان. ما تتكلم عن انت تكلم عن فقره كامله باختصار كاملة. انت لو سالتني سؤال هذا بقولك انا والله مش اختصاصي، انا رجل مقدم لمتنا مش ناقد. انا اقول لك لو كنت في المكان هذا، لان هالاخطاء تصير معنا حنا في ايام البزنس، ان المذيع يجي ياخذ له ايش، ياخذ له شخص او متسابق ويخلي الشخص لحاله. مش عارف ولا حددت اسم، اتحداك. لا لا صح، انا أتحدى. انا اشهد لك. ها؟ انا اشهد لك بس انه احيانا انك تنزل قلد سامي ما علي. انا قلت اسم ابو علي. ابو علي اظنك اعجبتك الحركه اللي قبل شوي. ما يحتاج. طيب انا عرفتك قدامي يقول، قلت انتبه منه. والله اني لك حتى والله قلت انتبه. والله اللي قال لك يرجع لك. ها والله انك قال لك انتبه، لكن ما سالتني يا ابو جبت طاري عبد الله الجميري الله يمسيه بالخير. سم في حركه سويتها وانا تاسفت انا فيها في البزنس، في حفل البزنس. طبعا اقحمت انا في دخولي على البرنامج. هذه بدنا ايش اسمه، اصبر خلي خلي ما عليك من مستر، ما علي منها يا ابو علي. خذ يا اخي، خذ يا اخي، ما تبغى تسوي شيء روح. لا لا شوي ما باقي جاحل، لا باقي اسلم. المهم انه ما جاب لي دقيقه. انا اللي حسفني في ذاك الحركه، أنا دخلت على التحليل قدام، تأخروا شوي، خليك معايا حتى أوصل الرسالة. فجاء أحد المعدين من قناة الواقع قال لي أبو علي أنت قد تأخروا شوي. قلت له والله بشرب ساعدي. دخلت والله بدون إعداد، دخلت على المعدين هناك بالعقال. طبعا أنا ما أضرب بالعقال صراحة، أضرب الثوب يطلع على الصوت ويخبر مستر كلامات. لكن اللي حسفني لما طلعت أخذ الدرع حقي، عبد الله الجميري كان ابو علي ابو علي ولع الجمهور وكل شيء. فجيت عنده وضربته بالعقال ضربه كذا، رميت له المشعاب وطلعت على اني برجع اخذ المشعاب واسلم على راسه وراحت على وجهه. قال لي ليش تضربني؟ لكن الاستاذ زياد قال لي هذا من محبتكم. فبعض الناس فكروا لا والله انه زود محبه،
اني برجع اسلم عليه، هو علم انه ما حمل في قلبه شيء. اكيد اكيد، لكن هذه انا اعرف عنك ابو علي ما دام جبنا طاري عن طيبه قلبك. إيه بالله ما يحتاج، الله صادق. اي والله حتى ضربتك في راسي ايام كنا مصلي، لا الرقبه بالرقبه تراني والله العظيم شوف تقبلتها منك وتقبلها من غيرك لانها مزحه ومرفعه ايديه، فهمت؟ ولكن انا ارجع واقول تبطي يا مشاري عمر انك تطيحني في كمين، والله ما لك الحمد والشكر. رحنا وعودنا اسم متسائل اسم مذيع او شيف بعينه. أنا جلست ادافع عن حقوق المتسابقين فقط. انت مقدم فقره لما طيب انت احترت في انك تطالع فيه ولا تطالع فيه عمر قدام شيء؟ هو واضح انه وانا اشرت لك قلت انت شايل، هو شايل الدليل، هو شايل تمام. انا بقول شيء، هو شايل تدري ليش؟ انت مقدم فقره لمتنا مالك علاقه لا راح مستر راح تلقين ولا انك تتدخل ابو مانع، لكن اعتقد انه دخل في جدار. لا اقول لك اقول لك سامحني والله ابو مانع، انا ابو عمر ممتاز يا بعد ممتاز. طيب احنا عاد ابو مانع وابو علي احنا وصلنا للفقره يعني لختام فقره لمتنا. خلصت؟ احنا وصلنا الى الختام. لا لا لكن احنا باقي نتكلم عن الوقف لانه هو صراحه يعني اهم ما كان في يعني هذا البرنامج للامانه. النبي السلام قال ما هاي تسمح لي ايش بتكلم عن الوقف انت؟ ايه ها ايه بتكلم عن الوقف لان عندي شغله ضروريه لازم اني اطلع، جاني اتصال الان. طيب طيب هات المشعر. ايه بس المشعر فضل المشعر الله يستر. اقول يا كوها مش عاب مش عاب خضر يا ابو احنا باقي لنا 5 دقائق ترى ابو مش عاب باقي لنا 5 دقائق لازم 5 دقائق هذه اجهز فيها امور الفقره الجايه. جوهد والله يحييكم ان شاء الله. جوهد على فقره المطبخ ان شاء الله. تحياتي حياك الله يا اهلا. يلا يلا بنتقدك عرفناك عرفناك والله. يلا صراحه انه سامي يقول اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلف. أقول الله يهدي الممسك بالضبط ويعطي المنفق الخير، وما تقدمون خير تجدوا عند الله خيرا وعظم أجر. أنا البارح طلب مني رقم الحساب من أكثر من واحد، وإن شاء الله أن مقدمين على خير. وإذا ما تبرع الإنسان في وقف مثل هذا معروف وفي ترخيص من الدولة متى يتبرع؟ أي والله والله يا كل ريال تقدموه إنه ما يضيع، بالعكس أضعاف مضاعفة يردها الله لك، وسعة في الصدر وبركة في العيال وبركة في الزوجة وبركة في حياتك أنت، أو تحصيل الله سبحانه وتعالى يرزقك بمن تكون شركة حياتك بنفس طيبة وكذا. كل شيء أبد ما يجي من الإنفاق إلا الخير، ولذلك سبحان الله تجد أن بركتها تعم عليك بشكل كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. أن الريال هذا اللي تدفعه لن يغني عنده ولن يغني عندك ولن يسمنك من جوع أبدا، فكونك تنفقه كونك تعطيه مثل هذه الجهات المرخصة اللي رخصتها دولتنا الرشيدة وجعلتها يعني على أسس وعلى نظام، أنت تتطمن جدا وأنت تدفع الريال هذا. فأنا أقول وأحثكم على التبرع في هذه الجمعية المباركة، وصدقني انك راح تجد اثرها في حياتك وفي مالك وفي صحتك وفي بدنك وفي عيالك وفي بيتك. ان 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 كفاله اليتيم لا تكون فقط انك تمسك اليتيم وتعطيه المبلغ مادي، انك قد يكون من كفاله اليتيم انك تعطي هذه الجمعيات اللي تكفل اليتيم في حياته وفي دراسته وفي صحته وفي ملبسه وفي ماكله وفي كل هذه الامور وفي كل جوانب حياته اللي تخرج لهذا المجتمع لبنه صالحه. انا صراحه لو بتكلم عن هذا الموضوع راح اسف في الحديث جدا، لكن ابو علي كذلك يشاركني في موضوع كفاله اليتيم. كفاله اليتيم انا وكاف اليتيم كهاتين في الجنه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصلا مجربه بالنسبه للانفاق في الجمعيات هذه اللي وخاصه اليتيم، وش باقي يعني؟ يعني واحد فقد ابوه وامه ايش باقي تبغى أجر خير من هذا الأجر أنك تكفل لك واحد فقد أمه وأبوه، أغلى اثنين في الحياة. فكأنك أنت المربي، أنت اللي درس، أنت اللي سوى، أنت اللي كذا، وكم ريال سبق 100 ريال. فهذا عمل عظيم جدا جدا. لذلك كم من عمل يعني عظمته النية وكم من عمل صغرته النية. بالضبط. فالواحد لو دفع ريال واحد يعظم هذه النية ويعظم الله جل وعلا ويحسن النية ويحسن الفضل لله جل وعلا.
احنا وصلنا الى فقره ختام هذه الفقره الجميله، فقره لمتنا. كان معكم اخوكم شاري عمر، اتمنى ان نلتقيكم في حلقات قادمه. استودعكم الله والله يحفظكم ونشوفكم على خير ان شاء الله. اقعدوا بالعافيه. انا فكرت انهم في بدايه الكلام بقى.